السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، السيد رئيس المجلس العلمي الإقليمي المحلي، السيد رئيس المجلس الإقليمي القنيطرة، السيدات والسادة البرلمانيون، السادة رؤساء المصالح الأمنية، السادة رجال السلطة، السيدات والسادة المنتخبون، السيدات والسادة رؤساء المصالح اللامركزة، السيدات والسادة ممثلو الهيئات السياسية والنقابية، السيدات والسادة ممثلو الهيئات وفعاليات المجتمع المدني، السيدات والسادة ممثلو الإعلام، أيها الحضور الكريم. في البداية ونيابة عن السيد العامل، يشرفني ويسعدني بهذه المناسبة التقدم بجزيل الشكر لكم جميعا لتلبيتكم هذه الدعوة والمشاركة معنا في هذا الحفل الخاص بتنصيب رجال السلطة الجدد الوافدين على هذا الإقليم في إطار الحركة الانتقالية التي باشرت وزارة الداخلية خلال الأيام القليلة الماضية. هذه الحركة التي تأتي في سياق تفعيل مضامين التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى دخل دينامية جديدة ومتجددة داخل الإدارة الترابية، والتي تهدف إلى تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية لهيئة رجال السلطة من خلال تكريس معايير الكفاءة والاستحقاق في تولي مناصب المسؤولية تجسيدا للمفهوم الجديد للسلطة الذي ما فتى ينادي به صاحب جلالة الملك محمد السادس كلام له النصر والتأييد باعتباره السبيل الأنجع لتدبير الشأن الترابي. وهنا وجب التذكير بأن هذه المسؤولية الجليلة والجسيمة في نفس الآن لا يمكنها أن تترجم على أرض الواقع إلا بفتح هذه المؤسسات الإدارية في وجه المواطنين والإنصات لانشغالاتهم وتفعيل سياسة القرب والتواجد الدائم والمستمر بالقطاع مع اعتماد حكامة جيدة أساسها الرفع من مستوى الأداء التواصلي بين الإدارة والمرتفقين والسهر على الأمن والاستقرار وتدبير الشأن المحلي والمحافظة على السلم الاجتماعي ترسيخا لدولة الحق والقانون والمساهمة الفعالة في ميادين التنمية المستدامة وتعزيز الاستثمار ومواكبة الأوراش التنموية التي تعرفها بلادنا في مختلف الميادين. يا السيدات والسادة، لقد همت هذه الحركة الانتقالية على مستوى إقليم عددا من رجال السلطة، ويتعلق الأمر بتعيين سيد يزيد أحباس باشا لمدينة قنيطرة وهو من مواليد فاتح يناير 1960 بتاودانت مصطفى تاودانت، خريج الفوج 24 بالمعهد الملكي للإدارة الترابية، متزوج وأب لثلاثة أطفال، حاصل على إجازة في الحقوق إضافة إلى دبلوم المعهد الملكي للإدارة الترابية، تقلد خلال مساره المهني عدة مناصب حيث عين قائدا ملحقا بالكتابة العامة بإقليم الرشيدية، ثم قائدا لقيادة وثربات وقائدا لقيادة الهستك بنفس الإقليم،
وبعد ذلك عين قائدا لقيادة مكاس بإقليم مولي يعقوب وقائدا لقيادة زرارة بإقليم سيدي قاسم قبل تقليته إلى منصب باشا هرسوق بإقليم ساونات ثم باشا الخميسات بإقليم الخميسات وباشا أسفي بإقليم أسفي. والسيد اليزيد أخبرز عين خلفا للسيد أحمد أجوه الذي تم إلحاقه بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية وباسم خاص الصلاة على نفسي السيد عامر وكذا باسمكم جميعا نتقدم إلى السيد أحمد أجوه بجزيل الشكر على كل ما بذله على رأس باشا وقنيطرة من أعمال جليلة ومكران للذات وكفاءة مهنية عالية وأخلاق وقيم مثلى خدمة للصالحين. نتمنى لك التوفيق إن شاء الله. وفي نفس المناسبة نستغل حفل تقديم الشكر الجزيل إلى كل من السيدة فاتن المسهولي قائد قسم الشؤون الداخلية الإقليم التي عينت قائدا ملحق إداري لعملات مراكش السيد محمد الشقي قائد بالكتابة العامة لهذا الإقليم الذي عين قائدا ملحق إداري لعملات فاس ثم السيد العربي المستعيد قائد بالكتابة العامة لهذا الإقليم الذي ألحق بالمصالح المركزية بوزارة الداخلية ونتمنى لهم التوفيق والنجاح في مسيرتهم المهنية. كما أغتنم هذه المناسبة لأدعو كافة السادة المنتخبين ورؤساء الإدارات الأمنية ورؤساء مصالح الأمم المركزة وممثلو هيئات وفعالية المجتمع المدني ورجال الصحافة والإعلام إلى التعاون والتنسيق مع رجال السلطة الجنوبية. وفقنا الله جميعا لخدمة الصالح العام وصيانة حقوق المواطنين والمواطنات وذلك وفق ما يرصد عالم الفكر المستنير تحت القيادة الرشيدة والحكيمة لمولانا المنصور صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله وإياه. حفظ الله مولانا الإمام صاحب جلالة الملك محمد السادس بما حفظ به الذكر الحكيم وأقر عينه بولي عهد صاحب السمو الملك الأمير الجليل مولاي الحسن وشب أسره بشقيقه صاحب السمو الملك الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة إنه سميع مجيب والإجابة جدير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.